الزول متى الحوال متى تيكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس ان شاء الله الفيديو تاع اليوم كامل بصحيحتكم هذا شحال ما حطيت لكمش مليون حطيت روتين متنوع ما يحب الخاطر في بزاف وصفات عشاء سهرة طلت في روحي راح تديو بزاف افكار على الاقل في سمانة نحط لكم فيديو هكا باش تشوفوا جديد ونتوحشكم وتتوحشوني فوالا اليوم راح نحط لكم بزاف حوايج قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم حبيت نقول لكم مرحبا بكم في الانستغرام تاعنا خلي لكم لافوطو تاعو لهنايا هاجر جيجا شوفوا لهنا اول حاجه بديت بها هو واش راح نلبس لهنا حبيت ندير سهره للزوج وحبيت ندير له عشاء الله الله على بالكم ملي وليت مريضه ما ما عدتش كيما بكري نطيب الله الله ونبوجي بزاف ايا الليله قلت علاش لا لا خلي ندير له عشاء ندير سهره المهم لهنا اول حاجه بديت بها كيما قلت لكم آه ساعه نبدا نعدل روحي نوجد اموري خلاش كون نبدا بالطياب وحوايج الدار نعجز على بالي بلي, بلي كامل راكم كيفي سورتي وحده كي تكون شويه عيانه قلت نبدا ساعه باموري ومن بعد نروح لحوايج الدار شوفوا لهنا هنايا خيرت لا هذه اول مره راح نلبسها ولا هنايا لي بريم اللي ما يخطيونيش تاع ايفاري على بالكم ديما نعتهم لكم وديما نستعملهم اصلا قريب يخلصوا لي لي برودوي اللي كانوا عندي كامل راهم في النص نحب بزاف هذاك العطر الملكي البريم الملكي طوب هذاك اللي جاي في الروج كيما على بالكم عندكم المسك نتاع الطهاره الملكي عندهم الروز عندهم الابيض كامل يهبلو واحد ينسك فيه الاخر من الروج تاعو انا نعشق فيه ثاني هذاك البريم مومو بريم ديما راني يعني نعطيهم نحبهم 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 بزاف يعني البوتاي تاعهم تهز 250 ملي مده كبيره وراكم تلقاوهم في كوزميتيك كامل منهم تاع الفاني تاعهم بزاف ديما نعتولكم لكم ريحته تهبل روحوا لي كوزميتيك وشموهم من فما تقدروا تخيروا الريحة اللي عجبتكم فيهم فوالا شوفوا لي لهنايا بعد هذا الدوش الله الله لهنايا اي ماسك يعني تحبوا ديروه لازم ديروه على وجه نظيف انا بروفيتيت ساعه درت دوش كما راكم تشوفوا ومن بعد راح ندير الماسك على وجه نظيف درت هذا تاع النيلا الماسك هذا يا البنات راح يقضي لكم على كامل التصبغات ديروه مرتين في السمانه راح ينحي لكم هذوك التصبغات البقع يوحد لكم لون البشره وثاني راح يمنع التجاعيد هذيك اللي راح تبداكم جديده بشرده ومهدره مرتين في السمانه على ساعة تفكري روحك شوفوا لهنايا بعد ما حطيته على وجهي خليته الساعة شاح لان حبيباتي ما حبيتش ان... نروح نغسل بالماء لانه هذا من كملت الدوش تلبس بيجامه نظيفه خفت المسخه ابرز عجزت <applause> <جسد> نغسل <applause> المهم لهنايا بعد ما شاع غسلت وجهي شوفوا لي الفرق شوفوا لي لهنايا قبل وبعد راكو تشوفوا يعني بلي الوجه ضوام ما شاء الله هاو يعني ما شاء الله وجه كفاه اضواء شفتوا هذا الباك اللي راني نستعمل فيه تاع النيله الزرقاء من عند بيوشا بيوتي يعني ما فهم بارطاجي لكم الزويت تاعها حوايجها آه في الانستغرام هذا الباك وش فيه فيه صابون سابو تاع النيله هذه صابون تاع النيله هذه مع المداومه راح تمنع ما نحب الشباب وتوحد لكم لون البشره وتنقي حتى على التصبغات وهذا الماسك اللي كنت نستعمل فيه لي برودوي تاعها طبيعيين 100% لي برودوي تاعها بيو هذا هو الماسك تاع النيله اللي كنت استعملته كما من اول استعمال برك يعني شاك ديريه تشوفي وجهك باللي راهو اضواء هذا ينحي التصبغات الكلف يشد لكم البشره وثاني راح يمنع لكم هذوك التصبغات عفوا التجاعيد الرقيقه وثاني راح يخلصكم من حروق نتاع الشمس هذوك لي طراس نتاع الشمس والباك هذا ثاني وش فيه في هذا الكرام الليلي نتاع النيله الزرقاء تقدروا ديروه على وجهكم والمناطق الحساسه يبيض كارثه تستعملوه غير في الليل يا البنات تجيو والاستعمال الخارجي بطبيعه الحال راح تلقاوه عند بيوشا بيوتي خلي لكم النيميرو تاع هنايا الباك هذا كامل في ثلاثة وثمانين الف وكي تديو الباك كامل التوصيل راح يكون مجاني يعني توصلكم حتى لباب الدار مجاني مي اذا تحبوا تديو اي برودوي راح تقول هي البري لانه كل واحد والبري نتاعو وتخلصوا التوصيل مي كي تديوهم هكا في وثمانين والتوصيل مجاني الماسك تاعهم بزاف بزاف الا بعد ما كملت ونطلت في فيه وجهي راهو ضوا نجي لشعري شعري لهنايا شوفوا راهو بزاف داخل في في بعضه لذا انا شعري الراتب بس شعرته رقيقه رهيفه شعري ما هوش غاثي يا البنات راكم تشوفوا فيه نت شفرات لهنايا راح نديرلو بليسار اليوم راح نبدل شويه راح نديرلو كار كيرلي ومن ديما نبلاكيه ونخليه كما اليوم حبيت نبدل درك نعطي لكم كي لباس ساعه نروحو نطيبو كلش ودرك نزيد نبارطاجي معكم المهم شوفوا لي لهنايا شعري شيحته ساعه بلا بروس البروس اللي نشيح بها تاع انزوم من عند ديزاد كواف على بالكم بلي لي برودوي تاعي محسوب تاع شعر كامل نجيبهم من عندي زاد كواف كونفيونس في اي وقت يريبونديو إيه عليكم صرا بروبليم يبدلوا إيه لكم إيه لكم ايشانج حوايجهم يهبلوا اليوم جبت هذا لي سير من عندهم هذا يا البنات راهو برومو حبيت نبارطاجيه معكم تبعوا معايا درك نقولكم السعر روعه والتوصيل مجاني اليوم غير التوصيل مجاني هذا تاع العام والكونتيتي منه راهو قليله يا على بالكم كل ما نبارطاجي معكم لي برودوي تاع دي كواف يطيروا يطيروا في السماء يا البنات خاصه العرايس ولا يحبوا حاجه جديده شوفوا كي نقول لكم كواف شريو وعينيكم مغمضين هذا يهبل 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 درك نعطيكم كيفاه راه يخدم وثاني معاه الزيت نتاعو شغل سيروم ديروه للشعر والبري ما عندي ما نقول شوفوا اللي لهنا حبيباتي شوفوا اللي لهنا شعري راك شتوه كيفاه كان يعني قلت لكم شعري راتب ميمشي هو شعرته رهيفه شوفوا كيفاه كان مشنتف واقف في السما وشوفوا كي درتو لي سير كيفاه رقد ما شاء الله لهنا ما درت له لا سيروم لا والو غير بليسار شوفوا الله يبارك بالرغم انه راهو نتشا مسكين فوالا <applause> شوفوا اللي لهنا قلت لكم مانيش حابه نديرو مطلق حبيت نديرو كارلي شفتو بنفس ليسار هذا بعد بلاكيتو ومن بعد راح نديرو كارلي ومن بعد راح نحلو من بعضها باش ما يجيوش خصلات خشان تحبو تخليهم هكا خشان ولا تحبو ديروهم رقاق تنقصو في الخصله نتاع الشعر لهنايا نعت غير شويه فوالا شوفوا لي لهنايا تهزوا الطرف تاع الشعر وتبقاو تدوروا اليسار بالطريقه هذه وتهبطوا غير بلا عقل راح يجيكم كارلي كيما يحب القلب وديروه حتى نكملو شعركم كامل لي حبت تزيد دي دير فيكساتور بشي يحكم لها شعرها دير انا لهنا حليته يا البنات بيدي باش يجيني شويه هابط بالرغم اني لازم ما نحلوش انايا لانه شعري دقيقه يهبط ولهنايا هذا السيروم يجي مع ليسور فوالا كيما راكم تشوفوا فيه هذا الماركه الاصليه تاع انزويا البنات كما على بالكم كاين المقلد مي هذا حتى كي يوصل لكم تشوفوه باللي كاليتي يلحقكم سكوتشي كامل يعني بالغلاف تاعو ترونسبارون من برا قبل لا تحلوه ودرك نعت لكم لاباط نتاعو كيفاه تجي شوفوا كيفاه جاني شعري يعطيوا لي رايكم مازال غير ندير فيها ماكياج الله الله درك شوفوا اختكم وصاحبتكم هالجوره <applause> هذا شحال ما درت شراهيه محاينكم شوفوا لي لهنا لابوات تاع أصلا لابوات تجي توب كاليتي هذا فيليبس انزو تاع البنات مارك الاصليه كما راكم تشوفوا تيتانيوم آه بزاف بزاف هايل اوريجينال صح صح يعني اذا لقيتو فيه اي ديفو غير عيطوا لهم وانا على بالي متاكده 100% ما تلقاش فيه ديفو يهبل فيه الكارونتي تاعو هذو كلش تلقاوه من الداخل يعني كما قلت لكم يلحقكم مغلف يعني ما هما ما يقدروش يحلوه تحلوه غير انتوما فوالا <applause> شوفوا لي لهنايا لي حابة دير كادو اللي عندها واحدة عزيزة عليها حتى تزوز تقدر تديره لها ولا تقدر تديه معك في جهازك ماكيش راح تندمي يرد لك شعرك ما مدى شعرك حرش ولا خشين راح يجبده لك مخطاش بزاف سخون يخي شتوه كيف كارلي هذا هو السيروم اللي يجي معاه زيد هذا بزاف هاي ليا البنات كي شغل كي تكملو تليسيو شعركم تديروه بشي يجي هابط ويحكم شويه شوفوا لي لهنايا بطبيعه الحال يدور باش ما يفصلكمش الخيط هاوليكم كيفاه يدور الخيط تاعو طويل وتخون بزاف كيما كنتو تشوفوا فيه بزاف عالي يا البنات حبيت نقول لكم باللي السعر نتاعو في عظمه تديوه وخمسين الف راهو غير 590 الف وزيدوا التوصيل مجاني يعني يوصل حتى باب الدار غراتويت التوصيل راهو مجاني يا البنات وسعر تاعو 590 على بالكم درك حاليا ما كانش لي سو ب 590 الف انا جبت لكم لافير 590 الف يدير لك شعر كيرلي يجبده لك وديروا فيها كونفيونس صدقوني توب 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 انا تعرفوني كي نقول لكم توب 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 يعني وهذا من عند زاد كواف ما نحبكمش تراطيو ما خاطرش الكونتيتي تاعو آه ما هيش بزاف فوالا اوريجينال من عند انزو خلي لكم لي نيميرو نتاعو تاع دي زاد كواف واللي راح تديه بصحتها فوالا شوفوا اللي هنايا كان نروحوا الكوزينه بعد ما عدلت روحي ما حبيتش نلبس بطبيعه الحال حتى نكمل من الكوزينه ونكمل الدنيا كامل باش نعدل روحي هكا باش ما نفسخش <applause> شوفوا لي هنا حبيباتي هذه القضيه يعني القضيه كانت خاصتني انا كنت متشهيه الفراز كيما على بالكم ما... ملي بديت نتوحم من, من نعشق في الفراز وما كليتوش حتى الايام هذو على بالكم كان مقطوع غير كيما ولا ليسونسيال هذا القضيه جابها لي باش ندير بها شويه ليغيم لهنايا هذا المرصو تاع الحم كان عندي مده شرا هو قال لي كي شغل ديريه باش تهزي شويه روحك ما درتوش هذا وين كتبت كنت متشهية ندير هذه الوصفة وحبيت نجربها معاكم ونبارطاجيها لكم لأنه تحمر الوجه يعني إذا عندك عرضة إذا عندك إنسان عزيز عليك عرفتيه جربيها وعينيك مغمضين يا البنات يعني تقدروا تديروا مرسوح كيما هذا ولا أي مرسو خلاف تكثروا الكونتيتي ولا تقلوا هذيك كل واحد ومقدوره فوالا شوفوا لهنا حبيباتي واش حكم درت في كوكوط لحت شويه زيت لحت حبيبات من الثوم لحت البصله لحت الزروديه فوالا كيما راكم تشوفوا هذا واش درت الخضروات بصله ثوم والبصله ثوم وزروديه سناريه وشويه زيت لهنايا لي زيبي صح ندير فلفل الكحل وشويه كسبر ملح فقط ثلاثه من الخضره وثلاثه من ليزيبيس زيبيس في الكحل شويه كسبه هذا ما كان راح نهز اللحم تاعي ونحطه عليهم ونحطهم على نار يتقلاو لي بعد البنات كي يبداو يتقلاو لي ما نخليوهمش يلصقوا قيس نص كاس ما ونخليوهم يتقلاو مليح حتى تذبل لي هذيك البصله والزروديه وهذيك البنات تدخل لنا في اللحم من جهه خلاف خليت هذو كي اللي هنا لهنايا راح ندير حريره ولا ليغي مش تحبوا تقولوا لها مي راح تجيب بزاف بنينه جربوها بالطريقه هذه يعني باه تخرجوا من الروتين تاع الحريره تاع ليغو راح تجي بزاف بنينه لهنا راح نديرها بالكابويا نديرها بزروديه بصله نص حبات مطاطم وسنينا تاع ثوم والعدس الاحمر كم وشات برك مشى كم مانيش راح ندير كونتيتي كبيره تاع العدس الاحمر وبطبيعه الحال راح ندير شويه معدنوس اللي عندها ما بدبشه تقدر تزيدها يعني الحشيش اللي عندها تقدر تضيف مي بكميات مليحه ماشي تكثر بزاف باش ما تخضر لكمش ل... لا سوب نتاعكم لهنا الكابويا راح نقيهم بعد نغسلو يعني نقي الساعه اولا ومن بعد راح نغسلو كي راكم تشوفوا بالطريقه هذه يعني الكابويا هذا هو وقتو آه بابا يحبو في العيش بالحليب ولا بربوشه بالحليب يجي ثاني في البره باش تاع المرقه بزاف بنين انا نشتهي في الحريره برك صراحه يعني ما نشتيش ناكله يكون طايب كيكون يكون مر آه... يعني طايب هكاك مرصوات نشتيه يكون مرحي على ذاك لي بروفيتي نديرو في الحريره هكا نا... باش نبروفيتي من الفوائد نتاعو فوالا لهنا بعد ما غسلته وقصيتو مع الخضره نتاعي نجيب لهنايا فرح نطيبوه في برمه ولا أو ولا فرح طيبوه أنتم ديروا شويه زيت انا نشتي ندير الزيت العادي لاني ما نكثرش كما شفتوا دير كميه صغيره اللي يحب يدير زيت زيتون يقدر يدير زيت زيتون لهنايا راح نلوح هذاك المعدنوس نلوح الكابويا نص حبه طماطم نلوح البصله البصله كانت عندي المدوره آه كملتها وجاب لي الطويله انا نشتي المدوره خير من هذه الطويله ميسونسيال بصله بصله لهنايا راح نقص البصله تاعي قسم يعني كلش عشوائي لاني من بعد راح نرحيهم لهنا كباركم راكم تشوفوا اه ندير لهم شويه من الفلفل الكحل ندير لهم شويه ملح وراح ندير لي زيبيس تاع الحريره تقدروا تستغناو عليهم وديروا شويه و وتربح جيك لهنا انا عندي ليزيبيس تاع الحريره حبيت نديرهم لهنا راح نلوح شويه من العدس كما راكم تشوفوا كميه قليله خلاص يعني ما يدي وراي ماهيش معمره هاوما كي الكونتيتي اللي راني نلوح فيها لحت ثلاثه من هذه الكميه بيدي يعني لهنا راح نلوحهم كامل يتقلاو يا البنات ومن بعد راح نهبطو نمرقوهم فوالا درك تشوفوا معايا وهاو ليكم اللحم تاعي كما قلت لكم نحتلو الماء باش يكره بصله هذيك الذبال لي واللحم يشرب لي الماء تاع الزروديه والبصله هاو ليكم بعد الهناي بعد ما تقلى لي بيان ديرولو له ماء سخون لازم نديرو له ماء سخون ونقفلوا عليه الكوكوطه نتاعنا يعني اذا راح ديري في برما ما عندكش كوكوطه ديريه قبل بوقت كبير هكا باش يطيب مي اذا عندك كوكوطه ديريه وسكر عليه راح يطيب لك ما يطيب واحد فايت ساعه يعني من زمان ولا قل من ساعه بشويه على حسب الكونتيتي تاع اللحم نتاعك شوفوا لي لهنا يا حبيباتي درك راح ندير معكم صلصه تاع الثوميه ديروها بعينيكم غمضين راح تجيكم ناعشه 100% نعشق فيها هذه كيف حتى جبتها مام هذه كي كنت نتوهم <تصحيح> نهبلكم بصح والله غير نحكي معكم صح نموت على لي ساندويتش تاع برا تاع السواره ونعشق في الصلصه الثوميه نتاعهم ايضا جبت الوصفه تاعهم وعيت نديرها في الدار لانه تاع برا يبيعلك ب 15000 في بطة صغيره خلاص أيا تعلمتها وناكل حتى نشبع شوفوا لهنايا الساعه هبط هذوك ليقي مرقتهم ونعاود نردهم في فوق النار يطيبوا لي اما بالنسبه نرجعوا ذكر للصلصه تاع الثوميه الصلصه تاع الثوميه وش حكمت درت فيها يا البنات حكمت درت نصف كاس من أنشا اكتبوها نصف كاس من أنشا بزوج كيسان تاع الماء انا درت شويه المناقص ما عمرتوش مي نتوما ديروا زوز قد قد مول فان زوز قد قد درت نص كاس تاع نشا كيسان تاع ما تخلطوهم بارد في بارد تحطوهم فوق النار حتى يعقدوا هاي ليكم كيما راكم تشوفوا فيها لهنايا عقدت لنا النشا ما تخليوهش يكعبش لكم من بعد كي يعقد لكم يا البنات تحطوه حتى يبرد يعني ديروه قبل بمده كي يبرد لكم خلاص باش نقدروا نكملوا الوصفه لهنايا ما بين ما راهو يبرد جبت لكم بار باش نديروه في الفرن وثاني هذاك لاستيس تاع الليمون اذا شتوها اغسلوه ومسحوه مليح وديروه في من على الجهه اللي تبريه ونحطوه في الفريجيدار ونخليه مده حتى نشوفوا يفزد ولا لا لا درك نرد بالخبر ليامات الجايين لهنايا نرجعوا انت انا كيما قلت لكم نعاود نقول لكم الوصفه درت نص كاس نشا زوج كيسان ما خلطتهم بارد في بارد حطيتهم عقدو حتى حتى عفوا كي عقدوا نحيتهم خليتهم حتى نبردوا كي بردوا جبت لهنايا تجيبوا باتر ولا تجيبوا آه انا لهنايا ما كاش ما خير من كيما هكا في دقيقه يوجد لكم واش حكمت درت حطيت هذاك النشا تاعي اللي عقد لي وبارد وشلحت عليه راح لو عليه له لهنايا خمس مغارف من الزيت زوز ملاعق من الخل راح لو عليه زوز سنينات من الثوم ولا ثلاثه على حسب الذوق لو عليه بياض بيضه لو عليه نصف ملعقة من الملح ولحت عليه حمض الليمون راهو يتباع ماهوش غالي البنات ب 7000 راني نعطي لكم تاعو ديروا عليه يعني الكمية صغيرة على راس المغرف فوالا هذه هي يعني المكونات وتحكموا تميكسيو كلش مع بعضها كيما راكم تشوفوا نعاود نقول لكم فيها زيت خمس مغارف فيها خل بياض بيضاء سنينه الثوم الملح وحمض الليمون برك ونشع داك اللي كان برد لنا تخليوه يتميكس مليح يا البنات حتى يولي لكم كريمه متجانسه ما فيهاش الحبيبات وبصحتكم الكريمه الثوميه روعه نموت عليها انا ساعه ناشق فيها بكري كنت ناكلها عند كي كنت تقافي عندنا نروح للسوري اللي جاي كيما لاكار مورا لاكار ولا نسيت البلايص المهم بعد كي جيت لهنايا بقيت نحوس واش منسوري مليح واش منسوري مليح حتى لقيت واحد في برج الكيفان سموه طربوش وثاني كاين واحد نسيت اسمه جاي والله نسيت يا البنات ماهوش في برج الكيفان المهم نسيبكم هبلتو درت به دزاير كامل لي زونفيرو تاع دزاير كامل درتهم به باش نلقى لي ساندويتش اللي فيهم التومية المهم حبيباتي هاي الوصفه بصحتكم شوفوا لي لهنايا هذا الكومون كان كنقصيتو دي مورص ماشي قصيتو دي راح نديرلو كيما هيك من الفوق كي شغل كي شغل دي مي ما تهبطوش حتى ال... للقاع حتى للتحت يعني غير الفوق برك و تتحصلوا عليه بالطريقه هذه حبيت نقدمه مع اللحم نتاعي درك نتوما اللحم تاعكم تقدروا تقدموه مع سلطه مع خضره مع بطاطا اه تقدموه مع حبيتو انا حبيت نقدمه مع يعني ما خطرش ندير حريره وغير انا والزوج مانيش حابه نكثر وندير بزاف حوايج نحب الكومونبير الزوج يحب الكومونبير راح نديرو بالطريقه هذه رشيت عليه شويه زعتر شوي, شوي ملح شويه فلفل الكحل وحطيته في هذا المول ونلوحو في الفرن لهنايا راه طابلي اللحم نتاعي راح نجبد اللحم غير بالعقل طاب بالزبده ما شاء الله درك نعطيكم كيف هجا الخضره هذه هي البنات دركا مانيش راح نطيشها دوك تشوفوني واش راح ندير بها هذا اللحم راح نلوحو هك بعد في الفرن ما راح ندهنو بالزبده ما راح ندهنو بالزيت ما والو غير نشفو من هذيك اللي دام آه من المرقع نتاعو وفقط لهنايا شتو هذيك الخضره راح نلوحها في الحريره راح تزيد لكم بنه على بنه ايماجين زروديه طيبه بالحم نشهيكم في <applause> الجنه على بالي تقولوا حمة جبيك يا هاجر تقولي حم الحم يا البنات المهم كي نزل في الهضره نقول حم حم عادي وهو اللحم راني على بالي ما لا رومارك هذه كي شغل زعما هذا الحوايج راني نعرفهم مي هذه طريقه الهضره نتاعي صحاباتي فوالا ليسونسيال لا علينا اللي راه معايا من الاول راهم يعرفوني راهم صحاباتي وانا صحاباتهم راني نوضح غير الجدد مختصه لا تقولي لي لا علاه حم لا ما تقوليش اللحم <applause> المهم حبيباتي هذيك الخضره هذيك كامل صفيتها كما راكم تشوفوا غير بالصفايه سانك سانك لحتها مع هذا ليغوم ولاصوص خليتها على جنب لاصوص هذيك يا البنات تقدروا تلوحوها فوق في يعني في الكونجلي ولا انا درت بها شويه لحم سربيتو على اللحم كلينا به واللي بقات لي خليتها الفوق كي تليتلي ولا ديرو اي حاجه اي زيدوها معاه <applause> خاطرش ما واش ديما طيبوا باللحم ليسونسيال حبيباتي كيما راكم تشوفوا لهنايا هاي الحريره نتاعي درت لها شويه زينب بالمعدنوس قارص على لهنا نسيبكم دار فيها زيت زيتون دار فيها الهريسه شوفوا كون الجيزة دي قصه البصل عكس معتم هو يموت هالي حمص <applause> حمص بسكري <applause> المهم انا نشتي ندير غير القارس كيما هيك جات بزاف بزاف بنينه اما بالنسبه للمرسو تاع اللحم هذاك قدمته مع الكومونبير اللي حطيته فلفل في, في الكويزينيار مع شويه بطاطا ولا صوص وشويه قارس يعني لهنا تقدروا ديروا معاها خضراصات صوتي تقدروا تقدموه مع واه تحبوا هذا اللحم الصوصي راح يجيكم بنين 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 وطايب زبده والكو تاعو هو الاهم بنين ماهوش كيما يطيب في مرقه تاع بربوشه ولا مرقه تاع فهمتوني شغل راح يجيكم بزاف بنين انا رحت عليه هكا لاصوص وتاكلوه بالفرشيطه ولا كيما تحبوا فوالا لهنايا <applause> كيما راكم تشوفوا <applause> حنوجد آه للسهره لهنايا ساعه قبل يعني لانوجد نوجد السهره حبيت نعت لكم كيفاه البست باش ما تبقاش هي الاخره خلاص لانه انا بعد ما كملت كلش البست عدلت شعري كوشته هاو ليكم لهنايا وجهي درت شويه مكياج شويه حمير قالت انا ربي يرحمها <applause> أه، وفوالا هاي ليكم لغف كيف كيفاه جاتني جايه قاطفه يا البنات راني يعني بارطاجيت منين جبتها في لاباج تاع انستغرام أه، راني خليتها لكم في الانستغرام روحوا تشوفوا منين فيها ليكولر كولور وبزاف تهبل يا البنات قاطفه سخونه شوفوا هاد لي ديتاي اللي فيها تهبل 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 هاي ليكم فوالا هذي يعطيوا لي رايكم شوفوا واحد كيكون عنده مده ما يعدلش كيعدل كي يعدل تبان في وجهه لهنا نعاود نرجع لكم لل للسهره كي شغل وجدت كلش ساعه على قبل ومن بعد عدلت روحي على مره فوالا شوفوا لي لهنا يا حبيباتي لهنا كانوا عندي هذو تاع الفراز شيكولا فيها فراز جامد من الداخل ماشي جامد شغل يابس ناشف حطيت شويه مكسرات اعتذر منكم اعتذر على صوتي خشمي راه مقفول اعتذر على كلش ايسونسيال ما حبيتش نغيب عليكم على بالي بلي توحشتوني وانا توحشتكم القلوب <applause> راه عند <مانت> بعضها فوالا <applause> ايسونسيال قلت لكم حتى كان متوفر عندي شوفوا هذه من عند بيرلا بزاف بنينه شوكولا نتاعها والتمر محشي كانوا عندي حطيتهم حطيت هذوك المكسرات حطيت شويه شيكولا لهنايا راح ندير هذا السهره بالسامبل خلاص يعني مانيش حابه نتعب نطيب وندير نكتب عليكم يعني كي طيبت هذوك الكوزينه راهي داخله في بعضهم راهي داخله في بعضها الكوزينه <applause> المهم شو لي انا يا صحباتي أه حطيت هذاك البنان يعني ديكوري ديكور خفيف لانه ما كنتش عندي فاكهه بزاف بزاف بزا بزا ومانيش حابه نكثر حطيت فرد بنانا درت إيجاسة واحده درت زوج فلو درت هذاك المندرين وراح نديكور هيك شويه فراس طيشتو من الفوق وفقط هذه هي السهره يعني مع هذيك شوكولا شويه مكسرات ما كسرتش انا بزاف اما بالنسبه للسكر تاعي يعني الحمد لله السكر تاعي راهو مريقل وراني قاعده نسويفي فيه يعني نقدر نقيس شويه فاكهه يعني نقدر ناكل شويه مي مازلت راني نسويفي في, في السكر نتاعي هذه يا ربي يشفيني ويشفي كل واحد وهذه هي يعني اللي عندها كاش حاجه تقدر تزيدها مي انا درتو في هذا الطبق تاع قلب لهنا شعلت الشمعه تاعي وهذه الطاوله تاعي المتواضعه وجيت السهرة أهل... آه يعني سهرة هكا بسيطة على جنب هيك باش نكسرو نكسرو <applause> لا نكسر الروتين ونخرج من هذاك الروتين تاع راني يعني عيانة ديني للطبيب راني يعني هذه يعني هذه حاجة طبيعية في البنادم مي أنا حبيت إن نخرج شوية ونكسرها لأنه سهرات وكلش مش ديما نديروهم غير يعني منين ذاك يكون واحد مورالو مليح ولا فوالا ليسونسيال حبيباتي هذا هو الفيديو تاع اليوم إن شاء الله الفيديو كان خفيف ظريف عليكم إن شاء الله هديتو وصفات تستفادوا بهم صدقوني بزاف بارطاجيت معكم كامل اليوم يفيدكم توب 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 تاع توب سوا لي الوصفات كلش كلش على بعضها درك وصلنا نهايه لا فيديو ان شاء الله فيديو تاع اليوم كي خفيف ظريف عليكم ما تنساوش ديروا جيم ابوني باش يلحقكم الجديد تاع القناه باقيكم بخير نتلاقاو في فيديو قادم وما تنساوش تجيو الانستغرام سلام